أبوي يا أخي اتق الله فيني لما تصحيني. أنا أسف أنا أسف يبالي توقعتك صاحي فما توقعتك نام. يلا يلا مع السلامة مع السلامة. تعال بس خلك أنت الحين صحيني. شو السالفة قولي شو السالفة؟ لا نام نام وأجيك في وقت آخر. يبغى أجيك وقت آخر لأنك أنت نايم الحين وما أقدر أصحيك وأزعجك. أنا ما بكون عاق والدين لك. يبغى يلا مع السلامة. تعال قول شو السالفة؟ السالفة يبغى حسنا لله انت الحين جاي تصحيني عشان تشحد؟ ارجوك يبا لا تتهمني في امانتي. انا ما ابي الفلوس عشاني. انا عشان مين؟ عشان امك؟ امك هي اللي تشحد؟ يابا في عائله محتاجه فلوس. طيب يابا الاب جت جلطه في المخ ومات يبا، والام جت جلطه في البنكرياس وماتت؟ ماتت جتها جلطه في البنكرياس قاعده مع عيالها، بس ما عندهم فلوس، ما عندهم شيء ياكلونه، يعني عائله مره فقيره. انت جايني ومصحيني عشان بس تقول لي هالفيلم الهندي هذا؟ قسما بالله يبا ما فيلم هندي الا فيلم سعودي 100% يبا، والعائله موجوده واحنا قاعدين في الحاره الان وانا والشباب نجمع لهم فلوس من الميسور طال عمرك عشان نعطيهم. بارك الله فيك يا ولدي ويقويك على فعل الخير. يا حبي لك يا يبا، يا حبي لك يا يبا، فعلا يا يبا فعلا ان هذا الاسد من هذا الشبل. اهنيك يا يبا، اهنيك، يعني ان شاء الله راح تدفع للمساكين ذي الفلوس؟ طبعا. لا ليش يبا وش السبب؟ تروح تقول طبعا. من قال لك انا ميسور؟ يابا امي اللي قالت ابوك ميسور. روح انقل عند امك، اصل اموالي المنقوله وغير المنقوله عند امك، روح اخذها منها. يبا يعني لو سمحت لي يبا يعني ممكن اسالك سؤال شخصي؟ يلا اخلص بسرعه قول. يبا متى تصير طنبك تصير رجال البيت ولك كلمه؟ راح انقلع قبل لا امسح فيك الارض. بح! بحيث هذا اللي ناقص اصرف على مساكين. خذ يا يما هال200 ريال للاسر المحتاجه وادعينا. يا حبي لك يا يما، قسما بالله لي الشرف انك انت امي، مو ذا الكوتش اللي نايم جوا. جيني قلت برا الاموال المنقوله كلها عند امك، بعدين 200 ريال يا يما 200 ريال تسوي مسكينه ذي تبي فلوس؟ ما يخالف يا يما هذا عني وعن ابوك، هذه فلوسه بعد. يلا مو وهذه 100 من عندي، وادعي لي يا اخوي خميس ادعي لي. يا رب يا عظيم، بدل ال100 هذه عطها 1000 ريال يا رب العالمين يا رب. ادعي لي ان الله يرزقني بريال. مستحيل هذا ميؤوس منها. انت لك عمره معنا 50 سنة وش اللي قاعد ادعي لك انا؟ فاضي لك انا توكل على الله. لا تزعلين يا يما، انا ادعي لك. ما شاء الله دعوات الام مستجابه. يا الله يا كريم يا رحيم، يا الله ترزق بنتي ناسه، بنت جمعه، بنت ابو خميس، زوج مزيون اللي يشبه الممثل اللي اسمه عاصي الحلاني واللي اسمه راغب علامه. يا كريم حتى لو هذا اللي اسمه شعبان عبد الرحيم ما عندي مانع. يا الله انا شدفع 100 دينار يا فرج. قسما بالله العظيم انك اكبر محايطي يماني قابلته في حياتي. على طول يعني ببليسك محسسني انك ابو لهب في ذي الحاره. دينار قصده دينار كويتي. لا اجل انا الدينار حقي دينار اسلامي من عهد القرن الرابع على الهجره. لا 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 لا, لا يا جرير، عطنا قروش العصر هذا. أيه؟ أكيد على عيني ونخرتي، هذه ورقة من فئة 100 ريال. شكرا. هذه مني أحلى 100. مشكور يا شاعر العرب. وأنت يا مناحي، أنت مشارك معنا؟ هيا يا رجل بصوت يديك، الخير لا يحتاج إلى تردد. إذن يا جرير يا فرج يا فلاتة، أنا بشركم بشرى خير. خير قسما بالله ما جبع ريال واحد ولا دينار. قبحك الله، أتمتنع عن فعل الخير؟ قبحك الله أنت وجهك. لا تغلط يا جرير عشان لا استوثم فيك الحين. والله لا دعبك في الجدار ده. أنا رجالة بعطيهم معلبات تونة وفول وقشطة ومربى وعسل. خلاص يا جماعة، الجود بالموجود. هيا ناهي، الجود من الموجود على قول الرجل هذا. هيا نشوف إيش تجود بنفسك من داخل البقالة. إذن أعطوني برهة من الوقت كي أجلب لكم المعلبات. يلا توكل على الله. تفك للخير خله ممدود. ممدود تراه بكره بتلاقي نفسك في القبر ممدود ويلبى قلوبكم كلكم يا حبايبي. أليمة الله عليك يا شاعر العرب. ايه انقل مكاني، خذ هذه للعائله المحتاجه. اعطهم التونه واعطهم ذي وسال الله يتقبلها بكل وجه الكريم. بيض الله وجهك وسلم الله ايديك. امين.
لا والله الا قبح الله وجهك. بعطيني علم من تاية تاريخها يا غشاش، حتى فعل الخير بتغش. فاسدة فاسدة. سود الله وقبح الله وجهك. اعطوني لحظة اجيب الرشاش يا ابو ولد اللي بتجيه والله ثم الله لا ثبور فيكم. والله يا خميس مش كذا العائلة حسنا ما انحلت. شو رام الحلت يا فرج؟ شو رام الحلت؟ تونا جمعنا 1000 ريال وعطيناهم، هذا اللي نقدر عليه. خالف ان اعطيناهم 1000 ريال، بس اذا غلقت ال1000 ريال دي مش بيسوون مساكين؟ هذا الورطة والله ما ادري. شوف 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 يا خميس، احنا لازم نعطي العائلة هذه مبلغ زي هذا كل شهر. راتب يعني؟ طبعا راتب. اسمع يا فرج، احنا يلا جمعنا المبلغ هذا، ولا تنسى ان في عوائل كثيره محتاجه، الحاره مليانه، واذا بنجمع زي كذا حنتعب وما راح نجيب شيء. لازم ندور ناس نساعد معهم يا اخي، تجار، امراء، يعني رجال اعمال، سيده اعمال، يدعمون الموضوع الخيري. اما عن طرفنا لنا 1000 ريال ويلا يلا السلامه جبناه واعطينا هذا العائله. طيب والباقيين ايش نسوي لهم؟ عشان كذا لازم نوسع نطاق عملنا. وشلون توسع نطاق عملك يا الوليد بن طلال؟ استقبل استقبل انت يا خميس، إلا وش رايك نأسس جمعية خيرية للبر والتقوى. حلوة البر والتقوى، حلوة حلوة بصراحة، مركز الجملة هذه. بس بيني وبينك والله فكرة، والله فكرة، نكلم جرير وهوساوي وبعض الشباب في الحارة ونتعاون ونساعد الناس. حلو يا خميس، أجل من بكرة إن شاء الله نروح طال عمرك وزارة الشؤون الاجتماعية ونطلع تصريح للجمعية الخيرية. يا خميس أنا فخور فيك وسعيد انك فكرت تسوي جمعيه خيريه لمساعده الناس، وهذا شيء جميل، فخور. قلت لك فخور. منصدم، انا منصدم يابا من فخارتك فيني. متفخر فيني يعني، ما شاء الله تبارك الله. هي يا يما كلنا نفتخر فيك، ليش انك تسعى للخير؟ وبعدين انتم ما تدرون، ترى عوائل كثيره موجوده في الحي ما حد يدري عنها ومحتاجين. هم اعطيني اسمائهم كلهم، اعطيني لست فيهم وانا اعطيهم فلوس. خلاص ان شاء الله فلوس 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 فلوس. سمي يا يما. اخوي ابغى اسالك سؤال. تفضلي بكل سرور، بس يا ليت بسرعه لان موعد نومي قرب وحان وقته. بما انك يعني تعمل الخير للناس كلها، ليه ما تعمل الخير لاختك؟ طنبق طنبق. ايه انت وش محتاجه مساعده؟ وش محتاجه؟ لا محتاجه. وش محتاجه انت؟ خلينا من هالكلام هذا، احنا الحمد لله ما احنا محتاجين، كل خير عندنا، احنا محتاجين لحد. احنا هذا بعلم خرف شو يقول؟ انا ما اتكلم عن الفلوس. ناسي، بدون فلفزه بدون فلفزه، ترى موعد نومي جاء بسرعه. ايش عندك قولي؟ ابى اعرس، ابى اتزوج، ابى اشوف عيالي، ابى اشوف عيالي. اه فيد العلم، وتبين من اخوك هو اللي يشحت لك عريس؟ لا ابي يفتح فرع للجمعيه الخيريه حقته لمساعده الشباب اللي مو قادرين يتزوجون. طنبق طنبق فعلا، انت في راسك فتك انت. شوفي شوفي، ترى انا بعد ما يموت الوالد ان شاء الله بيصير لي امرك، قسما بالله لو اوريك العين الحمراء، فاهمه ولا لا؟ وبعدين وين حبيبتي؟ انت موضوع زواجك منتي، ما في امل تعرسين، ما في امل. أنا فكرة يبا يعني، أنا بحكم إني يعني بروح أنام، بس حبيت يعني أجيب لكم العود وأخرج لكم كم أغنية كذا تالي الليل بمناسبة النجاح اللي أنا فيه والمساعدة الخيرية. أجيب العود العود. بس والله لا ازعجكم ما تناموا. ابكي على ما تراني يا اهلي، ابكي على ما تراني يا اهلي. هلا هلا هلا، تعال تعال انت وياه، تعال انت وياه، تعال انت وياه. ماذا تشتي يا هذا؟ الله اكبر يا جرير، الحين الشيخ ابن احي صار اسمه يا هذا. بسرعه، ماذا تريد يا هذا؟ أبي أكون معكم في الجمعية لوجه الله، أعمل لي أعمال خيرية. خسرت! أبو مطلق أبوه فلاتة،
قل للزلاب اخويك هذا يحترم نفسه، لا عيل حرام ها، لا قطعها رباب رباب على قولته وحطه في علب تونه وارسله على اول لوري متوجه لصنعاء. مثل المعلبات اللي تبرعت فيها المنتهيه انت وجهك. يا جماعه انا كنت امزح معكم لكن ودي اشارك معكم في اعمال الخيريه. اسمع يا هذا، لا مكان لك بيننا ايها الغشاش، حتى في اعمال الخير تغش جلده، لا كثر الله من امثالك فلاتة. هيا هيا هيني الحوذي، هيني ابو يمن، علي الحرام نفتح جمعيه خيريه وحطها باسم مناحي وحطك الباب حقها ودلع كاكاو حقنا خلي قبل. اهب يا وجه لا بارك الله فيك ولا في جكيت حقك ده. الف مبروك على الترخيص يا خميس. الله يبارك فيك يبا، هذا هو هذا هو، جبت يبا، حفرت 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 وجبت يبا. بارك الله فيك. خذ يا يما، هذه قائمه باسماء الاسر المحتاجه. اخوي، وهذه باسماء الشباب اللي مو قادرين يتزوجون. تفضل. لا لا، هذه وجهها للامم المتحده وكلمي بان كي مون اخر يتصرف في موضوعكم. هذه يبغى لها امم المتحده، ما جمعيات ما تحلها ما تحلها. ليه ليه يعني ليه تساعد كل الناس وما تساعد اختك؟ هي الشجره المايله، ما لي حظ في العائله. فكي الحين من حاله الزواج هذه. يا خميس كيف انتوا راح تجمعوا الفلوس؟ يبا من الفلوس تبيع من الناس الميسورين اللي الله معطيهم مغنيهم طال عمرك، ناخذ منهم ونعطي الفقراء. اياك تحط اسمي مع الناس الميسورين لان احنا دفعنا اللي علينا. عارف عارف جلدي ما تدفع، دفعت امي الله يطول عمرها. اقول يا يما خميس، ليه ما تروح البنوك وتطلب منهم فلوس؟ والبنوك بتدفع يما؟ هي يما ليه ما تدفع؟ عندهم تدخل ارباح من المليارات اللي في مخازنهم، ما ادري في صندوق فلوسهم ايه، وبعدين اكيد مخصصين منها جزء يعني لاعمال الخير وللزكاه، هذا اللي نسمعه عنهم الخير يعني. كلام امك صحيح صحيح صحيح. مره عملنا معسكر تدريب في تركيا وجاء احد البنوك ودفع كل تكاليف المعسكر. شرب شاي. أبغاك تقول لي يا خميس وش سبب الإجازة اللي بتاخذها هذه؟ طال عمرك طال عمرك، أنا وزميلي فرج، زميلي فرج هذا طال عمرك يعني صديق عمر، أنا وياه من الابتدائية إلين تخرجنا من سادس ابتدائي طال عمرك، هو وفلات شاعر المسلمين وجرير جرير الفيلسوف طال عمرك. أيه. يعني حقيقه يعني شفنا فقراء كثير وناس محتاجين كثير وناس متعففين، يعني لا يمكن واحد يمد يده لاي واحد مهما كان فيه من ظروف ومن جوع ومن الم ومن حزن ومن مرض. فقررنا بعد اجتماعات كثيره طال عمرك عده ان يعني نفتح مؤسسه جمعيه خيريه. خطوه حلوه ممتازه جدا. وهب الإجازة طال عمرك عشان أروح أقدم أنا وجرير وفرج وشاعر العرب فلاتة طال عمرك على البنوك، نطلب منهم مساعدة الجمعية ومساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين من خلال دعم البنوك للجمعية. البنوك؟ ومن الحمار اللي قال لك إن البنوك تدفع؟ أمي اللي قالت لي طال عمرك. معليش، مع احترامي للست الوالدة، لكن اللي أعرفه أنا إن البنوك ما تدفع لها فلس واحد. وشلون ما يدفعون طال عمرك؟ وذولي مليارات مليارات كل راس سنة طال عمرك، كل بنك يصرح انه كسب 20 مليار 70 مليار 80 مليار 200 مليار، كله من مخابي هالمساكين والضعف طال عمرك. المفروض طال عمرك يساعدون، يعطون يدفعون الجمعيات يدفعون الفقراء، ولا بس ما يطلعوا في الاعلام يدفعون، بس الفقراء اللي ما حد يدري عنهم ما يدفعون لهم. هالمليارات هذه يا خميس لها ناس لها ناس. انا انصحك انك ما تتعب نفسك. طال عمرك خلنا نجرب. شوف ما شاء الله عليه فيلسوف العرب جرير طال عمرك عنده لسان سليط، واي واحد بيدخل عليه طال عمرك بيصكه بنصيحه مدير البنك بينصدم، بيعطينا شيكات الجمعيه وحنا من خلالنا نساعد الفقراء والمساكين. الله يوفقك، راح جرب. لكن اللي اعرفه انا ان البنوك نهائيا لا تدعم جمعيات خيريه ولا تعطي احدا وجه، لكن ما اقول الا التوفيق من رب العالمين. راح جرب. تفضل. وهذا التوقيع على إجازتك. مشكور طال عمرك، وإن شاء الله إن شاء الله تقرأ في الصحف طال عمرك والجرايد طال عمرك صورنا تشوفها وتحت الجمعية الخيرية حقت اللي تدعم الفقراء. ترى طال عمرك الجزاء من جنس العمل، تقدم خير تلقى خير، ما تقدم خير ما تلقى خير. جود باي. هاي
وين على فوق على فوق الدور الرابع، إدارة البنك في الدور الرابع، بتطلع أربع أدوار. عجل كيف نطلع؟ هذا المتخلف ده يا أخي نطلع على في صنصير، حاطين صنصير، افتر على صنصير الأمريكان نطلع فيه. طيب من ذي بيتحاكى؟ أنا خلوا علي أقنع لكم. حبيبي فرج ولا تتكلم كلمة واحدة، أنت عندك تفتفة، لازم تغير الباجي، لازم نمس فيك خط إلى ما يصل الكبلتر عندك. ما بور تقدر تجيب العيد، لا تكلم. خلوا علي أنا. أقول والله أقول لشعرك. ولا الشعر ولا شيء. الشعر إذا درنا في الحديد مشينا معه في الحديد تكلم. أنا قلت لا تكلم جبت العيد، يعني صار الموضوع أنا لم نشرح. إيش رأيكم؟ أنا عندي أشهاليب إقناع خطيرة. وجهة يمن نظرة يعني يمنية، أعتقد أنها راح تنجح معنا. بس خلكم راكزين راكزين، تفضلوا تفضلوا نصير تفضلوا. نعم، أي خدمة يا إخوان؟ الجزاء من نفس العمل، تفعل خير تلقى خير، تفعل شر تلقى خير. لا يا عقوق يا عق والدك يا عصي جدتك، تفعل شر تلقاه على طول قدامك أمانة. وكما قال الحكيم، يد ما تدوسها بوسها. ترى ذا يعني ذا الأخير المثل نكبة، يعني ما له داعي في الموضوع، ما له داعي. والله ما يعطونا ريال بعد المثل ذا. اختصروا، ترى ما عندي وقت. الحقيقة طال عمرك أعرفك بالفيلسوف العرب الأستاذ الشيخ جليل، والشاعر شاعر المسلمين والأمة العربية والإسلامية فلاتة، وزميل العمر وصديقي الأستاذ فرج، ومحاكيك طال عمرك الأستاذ خميس. احنا طال عمرك قاعدين الآن نعمل يعني جمعية خيرية لدعم الأعمال الخيرية، وهذا تصريح طال عمرك مشروع الاجتماعية مطلعينه كلش طال عمرك، ونبي دعم البنك الله يحييك. طيب وبعدين؟ وطال عمرك يعني بحكم انكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، لا حسد تكسبون ملايين الريالات طال عمرك. مليارات يا خميس، مليارات مثل ما علق الاستاذ فرج، يعني ما فيها يعني شيء. اذا دعمتوا الجمعيات الخيريه طال عمرك بريال بريالين مليون مليونين ثلاثة أربعة، تعمل أعمال خيرية من أرباحكم هالمليارات اللي قاعدين تشفطونها شفط طال عمرك، وما شفنا أي دعم للمجال الخيري. وهذا المبلغ تحت أي بند تبغاه؟ تبرع أو بند استثماري مع الله سبحانه وتعالى طال عمرك. زي ما أنت عارف عمل خيري طال عمرك. طب اعتبروها زكاة لأموالكم. أي فعلا طال عمرك، ترى هذا استثمار مع الله، هنيالك يا فعل خير، وإن شاء الله أنت وجهك ما شاء الله يدل على كل الخير، يعني وجهك منور طالع من النور ما شاء الله تبارك الله. آسف، أنا ما عندي أي بند في الميزانية للأغراض هذه. ولماذا لا تفتحون بندا جديدا يا أهل عرب؟ الله جاوب الوفد اليمني، سؤال وجيه جدا يا أخ العرب. هذا الموضوع يحتاج اجتماع مجلس الإدارة. طنبك اجتمع على كيفكم طال عمرك، أصلا حنا مفرغين أنفسنا للمجال الخيري لدعم الناس الفقراء والمساكين. روح اجتمع، تبي نروح نجتمع معك؟ ما عندنا مشكلة، حلا قاعدين طال عمرك ننتظرك لين ما تخلص طال. يا سلام، تبونا نعمل اجتماع لمجلس الإدارة علشانكم والحين؟ مو بعشاننا طال عمرك، عشان هالفقراء المتعففين طال عمرك اللي ما هم قادرين ياكلون. طنبك نص البلد يطلبون الله طال عمرك، ما يطلبون الخلق، واحنا اللي بندعمهم، وانتم من هالمليارات طال عمرك تصرفوا على العالم وجه الله تعالى. سك بقصيده. يا مدير، يلي جالس وسط الكرسي النظيف تشرب شاي حلو، ما هو مر بس انه حلو ولذيذ ويلب قلوبكم كلكم يا حبايبي. علي أول شيء نزلوا رجولكم، وبعدين وروني عرض أكتافكم. برا! أبشر ما ذا يضحك. يا رجال قسما بالله أنا من شفت وجه هذا المتعفط وأنا غاسل يدي ما ورا شيء. بنوك ما تقدر، ما بشرش بس. يا خسارة الشعر اللي قلته فيك الحساس الحلو. يا خسارة. قالت عليك. ولدنا عاصي جدته يطردنا شر طرده، واحنا خرجنا على طول. كان عملنا في ذا البنك يعطينا قروش نعطيها المساكين والفقراء، لكن وش اقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. علي الطلاق بالثلاثه،
إما أكون فلاتة، إما أعطيه قصيدة هجائية بخلي العرب كل يتكلمون فيه. كفو أنت كفو بالسفو. في بنك اسمه بنك الإحسان، يعني من اسمه أول ما تشوف الإحسان تحس إن في جمعية خيرية متنقلة. خلنا نروح أنا وبعدين يتعامل يعني بالعمولات حقت الإسلاميين ذول الإسلاميين، حيدعمنا حيدعم الفقراء حيعطينا فلوس. ذولي شغالين بالتزوير والرشاوى ما عليكم منهم. نخرتك. الله حبيبي لا تيأسون، هذا عمل خيري ما فيه. فكرنا على تعرف حاتم الطائي؟ هذا من الجماعة. من حايل والجامع عندكم في اليمن، وش وداه الحديدة؟ وش وداه؟ هو وصل تهريب. يا اخوي حاتم الطائي هذا اكرم اكرم كرماء الارض، وجاب تهريه مهبول. انت في راسك فتك ادخل في موضوع ثاني. غير غير غير. هو اشتهر بالجود والكرم. اي ها؟ واغاثه الملهوف. ويقال والله اعلم انه اكرم بني العرب. الحين جاي انت وياه تكلموني عن حاتم الطائي؟ طنبق طنبق، صبرك علينا طال عمرك، صبرك علينا. ان المجموعه هذه جايه طال عمرك نبي مساعده من البنك من عندكم للجمعيه حقتنا، لانها تهتم في الارامل والمطلقات والفقراء والمساكين والمحتاجين طال عمرك، وان شاء الله انكم يعني ما تقصرون معنا تدعمونا في بنتكم طال عمرك. عشان ايش؟ ندعم الجمعيات الخيريه طال عمرك، ونخلي الناس المحتاجه هذول اغنياء في ارض الله. خلاص خلاص ما في داعي تكمل، انا عارف ذا الكلام كله. حلو. يعني بتعطونا قروش يعني؟ طبعا لا. ولماذا يا هذا؟ طال ولماذا هذا يا هذا؟ هذا الموضوع يحتاج بند في الميزانية، وحنا ما عندنا بند لهالموضوع هذا. طيب افتحوا بند، ما يبي له شيء. يا اخوي هذا ما هو بشغلك، نفتح بند نسكر بند، هذا ما تتدخل فيه انت. يا اخي انتوا وش سالفتكم يا بنوك السعودية؟ انتوا بنوك بس كذا تستقبلون المواطن سلب؟ يا اخي على عون العالم، يا دعموا العالم، دعموا الفقراء والمساكين. بنوك شافطة أم الأرض كلها في السعودية ماكل الأخضر واليابس وما تساعدونا في شيء. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله. هذا البنوك اللي ما شفنا منكم خير. بعدين ممكن أسألك سؤال؟ أقول أنت وياه الكلام معاكم ضايع، انتهى وقتكم، يلا برا. يا عقعقي يا عق والدك يا عاصي جدتك. لا تهول لا تهول، كلك شمة برا، كلك شمة، خلنا نشوف لنا بنك غيره. نعم، ايش المطلوب؟ شفت على عمرك، اول شيء عرفت بالشيخ والفيلسوف جرير وصديق عمري والطفوله من ايام يمكن صغر حتى كبرنا، فرج وشاعر المسلمين والعرب فلاته. الحقيقه طال عمرك انه شاكر انك صرفتنا في هاللقاء الصغير على اساس نسولف مع بعض. طال عمرك معلم، ترى احنا برا قعدنا 4 ساعات، لا شاهي لا مويه لا اي شيء، بس عادي جدا عادي جدا في سبيل المجال العمل الخيري. طنبق طنبق، سووا اللي عجب طال عمرك. حقيقة يعني ودنا تعطونا من يعني أرباح بنكم طال عمرك بند يعني يدعم الأعمال الخيرية ويدعم الجمعية اللي احنا جايبين تصريح من الشؤون الاجتماعية عشان نعمل فيها وندعم الفقراء والمساكين. وشكرا على المداخلة. آسف ما عندنا هالبند. طيب طال عمرك ممكن تسمح لي أسألك سؤال؟ تفضل. طيب طال عمرك كم أرباح هذا البنك؟ بعد يومين تصدر نشرة أرباح الربع الثالث وبإمكانك تطلع عليها. يعني طال عمرك تقريبا تقريبا يعني طنبق طنبق لو حطيتها في راسك كذا جمعتها كم بيطلع مكاسبكم وارباحكم على جنب غير اللي في الخزينه وغير الحاجات اللي يعني انتم ما تطلعونها للمسلمين؟ اذا تبي تستثمر اقول لك ارباحنا السنه اللي فاتت تقريبا حوالي 5 مليار. يا لطيف يا لطفطاف، معقول طال عمرك معقول تربحون كل هالارباح وما انتم مسوين بند للاعمال الخيريه؟ طنبق طنبق حبيبي، طنبق طنبق حبيبي، تصرفون ملايين على الدعايات والاعلانات وتجيبون حق مانشستر وريال مدريد ومدري وش ودعايات في الشوارع ومليارات تصرف عليهم، وحنا طال عمرك الاعمال الخيريه ما تحطون شيء طال عمرك. وين تروح طال عمرك ها؟ وين تروح؟ في ناس ما يلاقي تاكل يا اخي، وين التكافل الاجتماعي اللي تكلمون عنه؟ ما شفناكم دعمتم امراض السرطان ولا التوحد ولا السكري ولا فرط الحركه ولا اي شيء في البلد ولا اي شيء، بس عماير وبراس طويل وتشفطونا شفط. يا اخي وين العدل؟ وين زكاة أموالكم؟ بليز جاوبني وين زكاة أموالكم؟ يلا بسرعة. وانت وش دخل؟ ومن اللي عينك وصي علينا؟ يلا برا برا، يلا برا. أقوم أضربه؟ أقوم أذبحه؟ لا ليش تذبحه؟ تحصله فقرا هذا يستغل أهل بعضنا الفرصة ويدخلوك في ملايين الملايين وتقعد تشحذ انت وربعك وجماعتك سنين وونين. فعلا فعلا طال عمرك ان نقول لك الله لا اشكر سعيك ولا يجمل حالك، والله ما شفنا منكم يا البنوك خير. يلا شباب بنك ثاني بنك ثاني، يلا يلا برا
يا عقبي يا عق والديك يا عاصي جدتك. ام الضياء انت وبنكك. يلا برا برا، تعال تعال برا، هي برا برا. اقول حنا لا ندعم جمعيات خيريه ولا يحزنون، بلا جمعيات بلا كلام فاضي، ولا عاد اشوف رقعه وجيهكم هنا مره ثانيه، تفهمون ولا لا؟ يلا منزل بنكك يا اخي، ترى عارفين البنوك السعوديه ما عمرها دعمت عمل خيري، انتم بس شفط المواطن، ما عمري جيت يوم من الايام لقيت لوحه مكتوب كذا جمعيه المعاقين دعم البنك الفلاني، مرضى السرطان دعم البنك الفلاني، بس شاطرين تشخصون تاكلون المواطنين. زينك يا الدب القطبي. طيب ايش نسوي الحين؟ تركنا كل الابواب. شباب قسما بالله يا جاني فكره جهنميه. ايش هي؟ ايش هي؟ تعالوا وراي. اقول لك يوم بدر سوى جمعيه وجابوا لها هذا الترخيص صارت رسمي، وبيوزعون الفلوس اللي فيها على الاسر المحتاجه. ايه حبيبتي عاد همتك، اذا تعرفين يعني اسره محتاجه اعطيني اسمها. لا مين؟ ام سالم واولادها؟ لا هذه اسمها مسجل عندي وخصصوا لها 2000 ريال شهريا. لا تطمني حبيبتي ام بدر، صندوق الجمعيه فيه فلوس والحمد لله. اي رجال اعمال واصحاب شركات وتجار هم اللي بيدفعون الفلوس. اي لا والحين عاد خميس ولدي هو وربعه راحوا يحصلون الفلوس من عند هذيل المتبرعين المحسنين. الاقتصاد عشان نكون وياك صريحين، لكن انا باعتقادي ان البنوك مقله في عطائها لمقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدوله. اذا اخذت النسبه اللي البنوك، اعطني بنك واحد تبرع باي شيء